عليكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد لي زارتيكل ديالنا. واليوم جبت لكم واحد الغورمات لي سامبل وغزاله، فيها حجيرات بيان سيرتي في اون كولور في الغوز وفي الفير. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم الغورمات اللي اقترحت عليكم. هي بالنسبه للسلسله ديالها رقيقه ولكن صح العمل، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للغورمات ديالنا على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه مزيان بالنسبه لكم. هكا الغورمات، فهكا البوندونتيف هكا على هذا الشكل هذا، فيها حجرات بيان سيرتييف اون كولور. وبالنسبه للسلسله ديالها بغيتكم تشوفوها مزيان. الناس اللي كتوصلهم كتقول لك السلسله راه رقيقه، حنا كنقولوا السلسله راه رقيقه، هنا ما يمكنش نديروا اصلا في اليد سلسله غليظه، حيت ممكن مع يعني الايد كتحرك بزاف تقدر تقطع. اما هذه صح العمل، يعني ما كتقطع ما والو. وهكا من الداخل ديالها، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. ودابا غادي نوري لكم كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. كتجي على هذا الشكل هذا في اللبسه ديالها، كتجي هكا شي حاجه زويونه. ممكن تاخذي حتى الخاتم ديالها، راه هذا كاين لونسومبل كامل. انا اليوم بغيت نقترح عليكم غير الكورميل، حتى السداده ديالها هنايا كتسدي على حساب اليد ديالك. يعني هنا كاينين هادو ديال السدادات، يعني على حساب لاطاي ديال اليد. وهنا نازله منها خميسه. كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبصحتكم وراحتكم.